لكم سنة ستة، وزي ما اتفقنا هنقضيها الفترة ديت مراجعات على الدروس اللي فاتت عشان تقدروا تعملوا البحث المطلوب منكم كويس. والنهاردة هنراجع درس الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية. تاني، النهاردة هنراجع درس الخصائص السكانية للبيئة الصحراوية. هنتعرف على عاداتهم وتقاليدهم الإيجابية والسلبية، وهنشوف هل يا ترى الدولة ليها دور إن هي تحاول تعدل العادات السلبية ديت، وهنشوف خصائصهم التعليمية، وهنشوف هل يا ترى الدولة دخلت وبدأت تحل الحاجات التعليمية اللي عندهم، وهنشوف كمان الخصائص الاقتصادية وهل عندهم مشاكل ولا لأ، وفي آخر حاجة هنشوف إيه هي جهود الدولة عشان تنمي أو تعمر البيئة الصحراوية، اللي ما ينفعش الدولة تسيب البيئة الصحراوية كده من غير تعمير ومن غير حل مشاكل، لأن دي مستقبل مصر، ده المستقبل اللي مستني مصر كلها، لأن خلاص الوادي والدلتا اتملى بالسكان وما بقاش فيه أماكن فاضية، لكن الصحراء مليانة موارد طبيعية كتير جدا جدا، فواجب على الدولة إن هي إيه تنبيها وتخلي بالها منها. زي ما قلت إن ده مستقبل مصر. وهنبتدي مراجعة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال معايا يقول لي قارن بين العادات الإيجابية والسلبية لسكان البيئة الصحراوية. السؤال ده يا إما بيجي بشكل مباشر كده قارن، أو يجي يقول لي إيه أكمل من العادات الإيجابية نقط ونقط، من العادات السلبية نقط ونقط. فإحنا هنحفظ الحاجة الكبيرة عشان لما الحاجة الصغيرة تجي تكون سهلة عليا، أو ممكن برضه يجي لي في صح وغلط. طيب هنبدأ معايا العادات الإيجابية والسلبية، نشوف إيه هي العادات الإيجابية والسلبية. نبدأ أول حاجة الإيجابية. أول حاجة الحفاظ على التقاليد والتراث القديم في الزواج، يعني الحاجات القديمة اللي توارثوها عن أجدادهم كطريقة فرح أو طريقة مناسبة أو طريقة لبس معينة بيحافظوا عليها. بأول حاجة لإيه؟ الحفاظ على التقاليد والتراث القديم في عادات الزواج. الحفاظ على التقاليد والتراث القديم في عادات الزواج. تاني حاجة احترام المجالس العرفية. احترام المجالس العرفية التي يرأسها شيخ القبيلة. لما بيكون في مشكلة هناك كل قبيلة بتجتمع وكل قبيلة بيبقى ليها شيخ وبيشوفوا مين الغلطان وبيحكموا عليه، زي هنا عندنا كبير العيلة، فدي اسمها مجالس عرفية لأن ده متعارف عليه ما بينهم. تمام، يبقى فهمنا يعني ايه مجلس عرفي، يعني لو في اي مشكلة كل قبيلة بتجتمع وده العرف بتاعهم. يبقى تاني حاجة احترام المجالس العرفية. احترام المجالس العرفية التي يرأسها شيخ الايه القبيلة. طب تالت حاجة تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الاخرى. تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الاخرى عشان هم ليهم احتياجات مع البيئات الاخرى، يقصد بيها البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة الساحلية. يبقى تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الاخرى. طيب رابع حاجة إكرام الضيف. رابع حاجة إكرام الضيف. خامس حاجة الترابط الأسري والتزاوج بين الأقارب. الترابط الأسري والتزاوج بين الأقارب، ما بين الأسرة عندهم في ترابط جامد قوي وبيتزوجوا من إيه أقارب بعض. يبقى نعيدهم مع بعض تاني. الحفاظ على التقاليد والتراث القديم في عادات الزواج. الحفاظ على التقاليد والتراث القديم في عادات الزواج. تاني حاجة احترام المجالس العرفية التي يرأسها شيخ القبيلة. احترام المجالس العرفية التي يرأسها شيخ القبيلة. تالت حاجة تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى. تكوين علاقات طيبة مع سكان البيئات الأخرى. رابع حاجة إكرام الضيف. رابع حاجة إكرام الضيف. خامس حاجة الترابط الأسري بين أفراد الأسرة والتزاوج بين الأقارب. الترابط الأسري والتزاوج بين الأقارب. طيب ننتقل للعادات السلبية، يعني العادات اللي هي مش حلوة. أول حاجة الزواج المبكر. الزواج المبكر يعني بيتجوزوا هم صغيرين وحجم الأسرة كبير. الزواج المبكر وحجم الأسرة كبير. عمل الأطفال في الزراعة والرعي. عمل الأطفال في الزراعة والرعي، بيشغلوا ولادهم في الزراعة والرعي. ايه كمان ودي عادة وحشة قوي قوي، العلاج بوسائل بدائية. وطبعا عشان هم مش قصدهم ان هم يعملوا كده، لان هناك المنطقة بدائية جدا مفيهاش لا دكاترة ولا فيها حاجة، فغصبا عنهم بيعملوا كده، بيقعدوا يجربوا اي حد تعبان يجربوا الاعشاب اللي حواليهم. طب العلاج بوسائل بدائية بيؤدي لايه؟ زيادة الوفيات بين الاطفال. نقولهم تاني، الزواج المبكر. الزواج المبكر حجم الأسرة كبير. حجم الأسرة كبير. عمل الأطفال في الزراعة والرعي. عمل الأطفال في الزراعة والرعي. والعلاج بوسائل بدائية. العلاج بوسائل بدائية. طب ما النتائج مترتبة على العلاج بوسائل بدائية؟ أقول له زيادة الوفيات خاصة بين الأطفال. تمام،
يبقى كده الحته دي مهمه جدا جدا، لان بيجي عليها كذا سؤال زي ما قلت، يا اما قارن يا اما صح وغلط يا اما اكمل. تمام، ننتقل للجزئيه اللي بعدها. طب زي ما قلنا في عادات سلبيه، فهل الدوله هتسكت؟ لا، هتحاول تعدل بعض العادات السلبيه. طب يا ترى نعمل ايه؟ افرض جالك في الامتحان يقول لك ايه مقترحاتك، مش لازم ان السؤال يجي بالظبط زي ما هو موجود في الكتاب، يقول لك ما هي جهود الدوله لتعديل بعض العادات السلبيه، ممكن يجيبه لك بطريقه ثانيه، ايه رايك في او ايه مقترحاتك ان احنا نحاول نعدل العادات السلبيه دي، يا ترى نعمل ايه؟ ها، حد يقدر يقول؟ ممكن على فكره نقول حاجات بره اللي هي موجوده في الكتاب. تمام، يعني نحاول كده يبقى فكرنا واسع شويه. طيب نشوف ايه جهود الدوله عشان تعدل بعض العادات السلبيه. اول حاجه التوعيه، نعمل توعيه، نعمل حملات في التلفزيون في الانترنت، اعلانات. طب التوعيه بايه؟ التوعيه بعدم عماله الاطفال والزواج المبكر. تاني، التوعيه بايه؟ عدم عماله الاطفال والزواج المبكر. تاني، التوعيه، نوعي الناس بايه؟ بان هم ما يشغلوش اطفالهم وما يتجوزوش بدري، لا، نخليهم يتعلموا، نخليهم يتجوزوا في سن يكون قادرين فيهم ان هم يتحملوا مسؤوليه. يبقى التوعيه بعدم عماله الاطفال والزواج المبكر. ايه كمان؟ احنا قلنا ان هم يعني بيعالجوا نفسهم بوسائل بدائيه عشان مش عندهم مستشفيات، يبقى الحل هنا ايه؟ اقامه المستشفيات وتوفير الرعايه الصحيه. اقامه المستشفيات وتوفير الرعايه الصحيه. يبقى نقولهم بسرعه تاني كده، التوعيه بعدم عماله الاطفال والزواج المبكر، اقامه المستشفيات وتوفير الرعايه الصحيه. طبعا لو حد فيكم عنده اراء او مقترحات تاني يا ريت طبعا يقولها ويذكرها لو جت في الامتحان، طالما الحاجه دي هتفيد، ممكن الراي بتاعه ده طبعا يفيد الدوله او يفيدنا فيما بعد. طيب نشوف في سؤال تاني بيجي بما تفسر مهم جدا. احنا عارفين ان الخصائص التعليميه في البيئه الصحراويه ارتفاع نسبه الاميه، فاكرين معايا الخصائص التعليميه قلنا ارتفاع نسبه الاميه، بس بدات نسبه الاميه تقل تدريجيا. يعني ايه تدريجيا؟ يعني واحده واحده. طب هيجي يقول لي ليه نسبه الاميه في البيئه الصحراويه بدات تقل تدريجيا؟ تاني بما تفسر، او ممكن يجي يقول لي دلل على صحه العباره ان نسبه الاميه بدات تقل تدريجيا في البيئه الصحراويه، يا ترى ليه؟ ها، حد عارف؟ حد هيقول ولا اقول؟ هقول انا بقى خلاص. طيب هقول له بسبب جهود الدوله لحل مشاكل التعليم. بسبب جهود الدوله لحل مشاكل التعليم. طب يا ترى ايه هي جهود الدوله؟ اقول له اقامه العديد من المدارس كليات معاهد. اقامه العديد من ايه؟ المدارس والكليات والمعاهد. طب ده ترتب عليه ايه؟ اقول له زياده نسبه التعليم. وجود كثير من المهندسين والاطباء واساتذه الجامعات من البيئه الصحراويه بداوا يخدموا مجتمعهم. تمام، يبقى نقول السؤال تاني بما تفسر، بدات نسبه الاميه تقل تدريجيا في البيئه الصحراويه. اقول له بسبب ايه؟ جهود الدوله لحل مشاكل التعليم. جهود الدوله لحل مشاكل التعليم. طب يا ترى ايه جهود الدوله؟ اقول له اقامه المدارس كليات معاهد، مما ادى الى زياده نسبه التعليم ووجود كثير من المهندسين والاطباء واساتذه الجامعات بداوا يعملوا خدمه مجتمع. طب السؤال التاني برضو اللي انا قلته وانا بشرح العادات السلبيه، يقول لي بما تفسر ارتفاع نسبه الوفيات بين اطفال البيئه الصحراويه. اقول له بسبب ايه؟ حتى يقول، حد شاطر معايا؟ اقول له بسبب العلاج بوسائل بدائيه. علاج بوسائل بدائيه. طب لو قلب السؤال، ما النتائج المترتبه على العلاج بوسائل بدائيه؟ اقول له ارتفاع نسبه الوفيات بين اطفال البيئه الصحراويه. طيب ننتقل لجزئيه تانيه ونشوف السؤال اللي جاي عباره عن ايه. هيتكلم عن المشاكل الاقتصادية في البيئة الصحراوية. طيب احنا عارفين ان الموارد الطبيعية موجودة في البيئة الصحراوية بس موجودة بشكل قليل، يعني عندهم مية بس قليلة، عندهم زراعة بس قليلة، عندهم حيوانات بس قليلة. طب يا ترى، اكيد طبعا ان الموارد الطبيعية دي موجودة بشكل قليل ترتب عليها شوية مشكلات، يبقى ما النتائج المترتبة على قلة الموارد الطبيعية؟ اقول له وجود عدة مشكلات في البيئة الصحراوية. تاني، ما النتائج المترتبة على قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية؟ يقول له وجود عدة مشكلات. طيب أول مشكلة نقص الغذاء، طب دي تيجي لوحدها بما تفسر. طب يا ترى ليه الغذاء قليل مع إن أنت يا ميس قايلانا أصلاً إن عندهم زراعة؟ أقول له بسبب قلة الموارد وندرة الأراضي. طيب تاني مشكلة بعد نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الاخرى لسد حاجاتهم. هيضطروا يعني ان هم يعتمدوا على البيئات التانية عشان يسد احتياجاتهم.
طب ازاي الناس هيعتمدوا على البيئات التانية؟ اقول له عن طريق التجارة، عن طريق التجارة. طيب قلنا اول مشكلة الغذاء عندهم قليل، بيضطروا يعتمدوا على البيئات الاخرى. طيب خلاص زهقوا ومش قادرين يعملوا حاجة، بيهاجروا الى البيئات الاخرى، ودي طبعا بتعمل مشكلات كبيرة جدا. لما كل الناس تهاجر، طب هنسيب البيئة الصحراوية مين هيعمرها؟ يبقى عندي ثلاث مشكلات نقولهم بسرعة: نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الاخرى، الهجرة للبيئات الاخرى. يبقى نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الاخرى، الهجرة للبيئات الاخرى. تاني، نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الاخرى، الهجرة للبيئات الاخرى. تمام كده ولا نعيدها تاني؟ نعيدها تاني. يبقى ما النتائج المترتبة على قلة الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية؟ هقول له نقص الغذاء، الاعتماد على البيئات الاخرى لسد حاجاتهم عن طريق التجارة، الهجرة للبيئات الاخرى بسبب قلة الموارد وانخفاض مستوى المعيشة. طيب نشوف هل الدولة هتسكت على ان هي الاهل البيئة الصحراوية عندهم مشاكل اقتصادية كده وهيبدأوا يهاجروا ويسيبوا البيئة الصحراوية؟ اكيد طبعا لا. يعني زي ما قلت اول الدرس ان البيئة الصحراوية دي مستقبل مصر، ما ينفعش لا الدولة ولا احنا نتخلى عنها ونسيبها، لازم نعمرها ونخلي بالنا منها ونحطها في عينينا ان هي دي مستقبل مصر. تمام، وهي دي اللي هتفيدنا في السنين القادمة باذن الله. طيب افرض انت نسيت المكتوب في كتاب عن جهود الدولة وقال لك ايه مقترحاتك عشان تحل المشاكل الاقتصادية دي، تقول ايه؟ ها طيب نشوف الكتاب بيقول ايه وبعد كده ايه نشوف كنت هتقول ايه. اول حاجة تعمير الصحراء، اول حاجة تعمير الصحراء، نعمرها ازاي يا ميس؟ نستصلح الاراضي، فده يخلي فيه ايه زراعة كتير، فيخلي الناس اللي عايشة هناك يبقى تقدر تعمل تبادل تجاري مع البيئات الاخرى، لان برضه هما الناس اللي هناك يعني مش اغنياء قوي، فلازم يكون معاهم حاجه يبيعوها للبيئات التانيه عشان يقدروا يجيبوا حاجاتهم. يبقى اول حاجه تعمير الصحراء واستصلاح الاراضي، وده بيساعد على زياده التبادل التجاري. طب نعمل ايه كمان عشان نحل المشاكل الاقتصاديه دي؟ بنعمر الصحراء، تشجيع سياحه السفاري. الناس اللي بتحب سياحه السفاري بالذات العرب والاوروبيين، فاكيد سياحه السفاري هتوفر فرص عمل، هتخلي الناس اللي في الصحراء تشتغل. الناس اللي راح تعمل سياحه سفاري دي محتاجه اكل ومحتاجه خيام ومحتاجه ناس تسهر على راحتها، فتبدا الايه الناس اللي في البيئه الصحراويه تشتغل، يدخل لهم فلوس، يدخل لهم دخل. طب ثالث حاجه الاهتمام بالمشروعات السياحيه، الاهتمام بالمشروعات السياحيه. طب نهتم بيها ازاي؟ نشجع المستثمرين. طب نشجعهم على ايه؟ على انشاء المنتجعات والفنادق والقرى السياحيه في البيئه الصحراويه عشان الناس اللي هناك يتوفر لها فرص عمل، عشان الاماكن هناك ما تبقاش مهجوره. يبقى نقول نعيد تاني بسرعه كده جهود الدوله لحل المشاكل الاقتصاديه، قلنا اول حاجه تعمير الصحراء واستصلاح الاراضي في البيئه الصحراويه، وده بيساعد على زياده التبادل التجاري. تاني حاجه تشجيع سياحه السفاري. تالت حاجه الاهتمام بالمشروعات السياحيه بتشجيع المستثمرين على انشاء المنتجعات والفنادق والقرى السياحيه. طبعا لو في حد فيكم عنده اراء او مقترحات تاني يا ريت ايه ما يستخسرش فينا ويقولها، ان زي ما قلت ممكن يكون رايك انت حاسس ان هو بسيط جدا، بس ممكن يكون رايك ده يعني ما تقلش قبل كده او يبقى ليه اهمية جامدة جدا ونطبقه فيما بعد ويعمل يعني نتيجة رائعة جدا. واشوفكم في الدرس الجاي باذن الله، ولو حد فيكم عنده تعليق ولا حاجة يكتب لنا على الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.